لم يعد عد الأحياء المتبقية في حلب الشرقية خارج سيطرة الحكومة السورية هو الخبر الأهم، فالجيش السوري قال إنه سيعلن السيطرة الكاملة على المدينة في أي لحظة. مشهد هؤلاء المدنيين الخارجين من بيوتهم بلا حول ولا قوة كان الأهم. شوف ليشنا نجي، طلع شوف جسمه، ليشنا نجي، ليشنا نجي لهون، ليشنا نجي مشان ايش اسمه نخلص منه، نشوف ايش قتلوا لي ابني، ما عم خلونا، طاول طاول. ولكن لم يتمكن الجميع من الخروج، فأحياء السكري، سيف الدولة والعامرية وتل الزرازير تحتضن آلاف المدنيين. المدني جوا هسه في كثير. الفصائل المتشددة ترفض التسليم بالهزيمة والانسحاب بحسب رويترز، وعلى ما يبدو ستقاتل حتى آخر عنصر ومدني في ظل اتهامات وجهها إليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإطلاق النار على المدنيين. جانب النظام لم يسلم أيضا في هذا الشأن، إذ أن المكتب عينه اتهم القوات التي تشن الهجوم على حلب بتنفيذ إعدامات ميدانية، مؤكدا تسلم قوائم بأسماء القتلى. الإعلام القريب من النظام كشف عن مقابلات ميدانية أجريت مع أشخاص قال أنهم مقاتلون اعتقلهم الجيش السوري. محرر الشام، محرر الشام، وين محرر الشام؟ مين فيك؟ لك يا والله محرر الشام. كما تم التداول ببعض مقاطع الصوت لمسلحين معارضين يحملون بعض قيادات الفصائل والصراع على المغانم مسؤولية الهزيمة. ولك ايش بكل على ابو البيت الدولار، ولك والله ما راح باخذ شيء ماله. وكما البشر كذلك الحجر، خسارات لا تعوض. فالجامع الأموي أو كما يسميه الحلبيون بالجامع الكبير كشفت الصور الواردة من المدينة تحوله إلى ثكنة عسكرية وتضرره بشكل كبير. المسجد الذي يعود إلى عشرة قرون خلت انتشرت فيه التحصينات التي أقامها المسلحون فيما نهبت الآثار.